نعم، يقول في محل في الكويت يصنع مجسمات، يعني يدخل، أنا شفته أرسلوه لي ورأيته، يدخل شخص في غرفة ثم فيها كاميرات كثيرة، ثم بعد ذلك يسوون له صنم على صورته تماما، يعطونه الصنم يقول هذا، هذه صورة، هذا صنمك. هذا منكر عظيم جدا جدا جدا. إذا كان فعلا هذا المحل موجود يجب إغلاقه ولا يجوز إبقاؤه، وهذا المحل أشد من محلات بيع الخمور، هذا المحل أشد من محلات بيع الخمور، لأن هذا والعياذ بالله يحيي قضية الأصنام، وكل واحد يعمل له صنم مجسم ثم يجعله في بيته ويجعل لأولاده كل واحد صنم، والعياذ بالله. هذا يجب على الدولة أن تغلق مثل هذه المحلات، ومن له يعني سلطة أو رأي أو يعرف أحدا من أعضاء مجلس الأمة أو الوزراء أو المسؤولين أو كذا، عليه أن يتق الله ويتدخل في هذا الموضوع ويناصحهم في أن يغلقوا مثل هذه المحلات والعياذ بالله، هذا لا يجوز. صلى الله عليه وسلم.